نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم المكان محكوم اصلا مش محتاج يعني مش محتاج. ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما يرجون تجارة لن تبور.
يدخلونها يحلون
ولباسهم فيها حرير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها صلى الله عليه وسلم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الذي أخذنا نار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا بسم الله الرحمن الرحيم لا حل
لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله